دكتور محمد الأجرود، الكاتب والمفكر السياسي، مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا، مساء الخير دكتور محمد. يعني في 14 خرج ما يقرب من 38% من المقيدين بجداول الانتخاب في الاستحقاق الرئاسي المعروف في العالم كله والنظم الديمقراطية أنه بيكون الأكثر إقبالا من الاستحقاق النيابي لانتخاب مثلا أعضاء مجلس الشعب أو شورى أو الاستحقاقات الأخرى أو الاستفتاءات الأخرى على الدستور وما إلى ذلك. في 18 خرج ما يقرب من 40%. هل لدينا أهمية حقيقية أن إحنا نرفع هذا الرقم في ظل تحديات كبيرة بتواجهها مصر دلوقتي؟ مما لا شك فيه أن التداعيات التي تمر بها المنطقة والمواقف البطولية للقيادة المصرية وللدولة المصرية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلك التي دعت الحاجة إلى تكاتف المواطنين ونسيان ما كانت تتغنى به قوى الشر والقوى الظلامية من غلاء الأسعار ومن 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 تناسى الناس كل هذا وتذكروا أن هناك شعب يدك بالطائرات أعزل معظم قتلاه أو شهداءه من الأطفال ومن النساء وكبار السن. هذا الأمر أدى إلى تكاتف الشعب المصري خلف القيادة السياسية من خلال منظور عملي ومرئي نسمعه في شوارعنا وفي منتدياتنا وفي أماكننا وأماكن عملنا. تأكد أن الذي سوف يخرج للإدلاء بأصواته في هذه الانتخابات يفوق كثيرا ما تم في 2014 و2018 وأنه سيزيد عن نسبة المشاركة توصل ل60% إن شاء الله على أقل التقديرات. مشكورك يا فندم دكتور محمد الأجرود، الكاتب والمفكر السياسي.